بما انه في ناس كتير يعني بالحلقه اللي فاتت حبت الفيس تو فيس، انا حبيت انزل لكم المره دي كمان فيس تو فيس. انزلوا تحت حطوا لايك، ولو عايزين من دي فيديوهات كتيره حطوا لايكات كتيره واشتركوا في القناه. ورويرو عامل ايه ورويرو؟ انت عارف يا عم، عارف يا عم، اعتقبونا بقى يا عم، يا عم وسع بس كده. يلا تعالى تعالى تعالى، انت فين؟ انا انت عملت ريسبون صح؟ اه ليه؟ انا جاي يعني بحاول استوعب. مش عارف هو فيس تو فيس مائي ولا مش فاهم. انا مش فاهم بصراحة. ايه ده؟ ايش هذا؟ ايه ده؟ ايه ده؟ تعالالي تعالالي وهتخش من تحتي يا كمان. اوعى انا خرجت برا الماب. الو عايز ارجع، رجعوني. لا خلاص كده راسبن بقى اخوي. ايه ده؟ فيس تو فيس مائي. اول مره بصراحه. انا العربيه متطوره. انا نفسي اقول لك ان انا ما اعرفش اسوق العربيه دي. دي سهله جدا، هي كانك بتسوق على الشارع. يلا لا تعالى تعالى بس تعالى. بس متطوره يعني ايه؟ فيها صواريخ وكده. تعالى تعالى. هي المفروض على فكره فيها صواريخ بس للاسف. يا ايه قلت انا كده؟ ايه تقصد ان انا انا غرقت ولا خبطت في غرقت والمصحف؟ تعالى تعالى. مال مالك انا؟ مال ايش هستغرقك والله. ايه ده؟ انا اتقلبت جوه الميه. انت بتعمل ايه؟ ايه ده؟ ده يا ناس، انت بتغرق. عيب عليك يلا، عيب. ولا ليه محسسني ان انت في الاكوا بارك؟ يلا مع السلامه. انت بقى هو ده مش ايه؟ اجي اخبطك تاني واوقعك تاني؟ مش هتقدر. خلي بقى انت طلعت خلي بالك. لا 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 كنت عايز اغرقك. لا لا رايح فين؟ رايح فين عبيط؟ خلي بالك. لا 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 يا راجل يا راجل، ترى خد لي مركب. ايوه كده. وانا هاخد ايه دلوقتي؟ عربيه تاني. قالك ايه؟ الو تمشي في المايه دي يعني ولا بتعمل ايه؟ الو طب يلا وريني انت هتضربها ازاي بقى يا معلم. يلا. ايه ده؟ ايه ده؟ الو في ايه؟ اوشيا ايه والنبي اوشيا. انا غواصه. انت تغرق؟ انت غرقت؟ انت ايه؟ أوه. والله العظيم غواصه فيها نايترو بيشتغل تحت المايه جديده دي. والله نار نار. طب ايه عايز اوصل؟ طيب الو يا بابا فين؟ بابا هنا اهو. قول له مين؟ انا مش عايز حاجه يا عم. تعالى عايز اطلع فوق. ايوه يلا روح انطلق هو. انت والله انا سب. يلا ايه طب اهدى خلاص بقى. والله انا هادي، والله انا بركب وبسيب الكيبورد اصلا. بسم الله. حبيبي والله حبيبي. انا بحاول. انا جاي. انت هربت وانت قتلتني بجد يعني ولا فيه؟ ورمالك خفت ليه؟ تعال يا عبيط. اتحركت ليه؟ انت بتعمل موجه كبيره. مش انا اللي اتحركت يا اسطى. انا اتحركت يا اسطى. انت شايف حاجه؟ انا شايفها يا اسطى. خلاص مفيش امل. يا ديدي انا هو احنا كل شويه بنكبر اكتر. ايه ده انت في ايه؟ ورانا. لفيني بالله عليك. لفيني من قدام عشان انا. قول لي التلب غواصه ازاي؟ اكس اكس اكس
تكسات الميه. اه اوكي دلوقتي النايترو خلاص. ايوه بس مش من هنا عبيط، لفيني من قدام. او انا مش شايف نفسي. الله مع السلامه انت حبيبي يا اسطى. ما تخافش حبيبي يا اسطى، مش تعال خد حبيبي راويره. ما حبيبي والله معلش، والله عندي معاد والله معلش. بص اقسم بالله انا اتفاجئت اصلا انه فيس تو فيس نايل. تمام انا جبت على اساس انه فيس تو فيس عادي. يا عم تنيل انت يما بتجيب ما بتبقى بنت 60 في 70. يا عم تنيل والله حلوه مش حلوه؟ او انت حاسس نفسك في الاكوا بارك اهو. يا الله اكوا بارك. انت عبيط انت بجد عبيط والله. اديك بقى اوعى. لا انت بجد عبيط، انت بتعمل ايه؟ والله ما عارف. ايه ده؟ ايه ده؟ ايه ده؟ ايه ده؟ لا 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 لا. طب بتتشقلب لاي حاجه طيب؟ ولا اي حاجه بس كده مش فيها وكده خلاص؟ وار ايوه هو ايه اللي جالك بقى؟ يعني هو جالي حاجه غريبه غريبه. والله انا بحاول اركن المركب الشراع دي غريبه جدا. ايه ده؟ ايه ده؟ هو انت ازاي ماشي بعربيه؟ صح؟ هو ده اللي كنت بحاول افهمه لك. بقول لك ايه معلش والله، بس احنا قفلنا الطريق معلش. استنى 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 حبيبي حبيبي وقف جنبي وقف جنبي. جبت الملوخيه. ايه؟ ملوخيه. يا عم انت عايش في فيلم تيتو. بقول لك ملوخية عم. يعني هم بيتقابلوا يبيعوا حاجات زي كده يقولوا ملوخية. احنا بنبيع ملوخية ما بنبيعش حاجات مش كويسة لا سمح الله. ملوخية. يا اخويا تعرف ان في يوم من الايام في حاجات غريبة بتحصل هنا انا مش فاهم حاجة. يعني هو انا لازم اجي سباحة دلوقتي مش فاهم؟ طب انا مش عايزك سباحة يعني. انا ماشي على رجلي. ماشي على رجلي بجد والله؟ اقسم بالله ماشي على رجلي. اه طب معلش لو انت هو انت مضيع عمرك. قوم يا اهبل. يا لو فيها اسلحه كنت فنجرتك. ما تنزل يا جبان. لا انا تعال انزل تعال انزل جرب انزل السلاح. جرب انزل امسك امسك بالله عليك اصبر ما تغرقنيش اهدى. ما انا ساكت اهو ما انا بحاول. امسكه ازاي طيب؟ ادوس ايه؟ ندل امسك ازاي هو؟ ندل هو مفيش امسك ازاي هو؟ ندل اسلحه طبي يا روي. ندل ايه؟ ايوه كده طلعت من عند البوست. اه ينفع قطعتني. تعال اركب تعال والله اوصلك اقسم بالله اوصلك اقسمت بالله. تعال اركب ازاي؟ اركب ازاي؟ ما ينفعش حد دوس اف. تعال بعدين تعال جرب تعال بس مش توقعني. دوس اف اركب. انا اقسمت بالله اركب. ما تخافش ما بيركبش. ما هو ما بيركبش. دوس اف طيب. دوس هدوس جي يعني هدوس اف يعني دوس اف كتير ما ينفعش برضو. الذكاء. ايه يا اسطى مالك في ايه؟ نفسي اقول لك انا بجد نفسي اقول لك مالي بس مش قادر. انا حاسس ان انا حمام سلاح بجد. انا مزبهل. يا صاحب المبا يا عبيط في ايه؟ مش عارف ايه ده يا اسطى. انت عبيط يا اسطى. طب انا اعدي ازاي؟ مش عارف وانا اعدي ازاي طيب. طب انت تعدي ازاي؟ طب انا اعدي ازاي؟ انا اعدي ازاي؟ انت هو ايه؟ هو انت هو مسدودة اصلا؟ اه مفيش طريق ما يعني هيا ايه ده؟ عديني يا اسطى بعد اذنك. يا اسطى وسع يا اسطى يا حبيبي وسع. والله نفسي اعديك يا عم. يا عم خلي بالك عشان اهو 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 يا عم فسح شوية اهو. يا يا اسطى ارجع. ايوه انا دخلت وار دخلت الله. طب انا حيوان يا دين ده. الله عليك وروير انت ساعدتني. اي خدمه اي انا مش عارف اردها لك امتى. الخدمه دي انت كويس
انا يعني بحاول اركن. يا نهار ابيض السبيد ده ما يعملش اي حاجه. ده مطور. انا علقت. لا الو يا حمار يا صاحب المابا. ما فيهاش كلاكس. يا نهار اسود يا نهار اسود. والله كان نفسي اتم. معلش انا اسف والله. والله يا اسف يعني انا معلش والله والله مش معلش. هو ايه اللي معلش؟ ياه انا بعوم تحت. جميله جميله العربيه دي. انا لازم اشتريها. انت لسه عارف؟ اه انا موسى. ماله باسم دلوقتي؟ ايه دخلنا في باسم دلوقتي؟ ليه بنجي في ستر رجل مش معلوم؟ انا مقضيها عم تحت مش مقضيها عم فوق. تحت والله. الفيس تو فيس ده جامد. جمدان السنين. انت فين يا جبان؟ انت فين؟ انا عايز اقول لفظ قليل ادب. لفظ قليل ادب. عايز اقول لفظ. انت فين؟ انت نزلت من تحت البوست؟ انا نزلت من تحت البوست والله العظيم. ايه ده انت هنا؟ الو يا نهار ابيض. الحمد لله عديت البوست. الحمد لله. ازاي؟ بتوع انت فين؟ انت والشراب بتاعك كبير ده. والله العظيم وقعت فيه والله. فين فين في النص كده يا روي. يعني انت لما ما سوقتش. انت عارف ان الشراب بتاعك خبط فوق؟ ازاي ما اتكسرش ليه؟ انت شفت الشراب بتاعك بيغطى. انا عايز غواصة. نعم غواصة. تصدق في غواصة ممكن ممكن تسوقها؟ انا عايز غواصة كبيرة. انا عايز الكبيرة. ما انا دينا شاريها 5.5 مليون الكبيرة؟ اكبر. الو انا موت بكل الامتيازات بكل. ادوني عربية. ما ايزي. اجبان او حيات ابوك. استنى اما عدبي. طيب انت بتكلم. طيب ابني انت بتكلم. انا ابني. تعال ابني تعال. يا اسطى بطيئة جدا. بطيئة. بعد اذنك بعد اذنك. بسم الله ما شاء الله عليه. يعني هي الماكينه عطلت معاك ولا ايه؟ لا انا راجع لك. طيب انا معك. ايه ده انت بتغرق؟ انت ممكن تقع تحت على فكره. عيب عيب. ايوه يابا. عيب. ده انا شوية عايز اطير. بص شوية عايز تطير. ايه يا اسطى انت خلاص يا اسطى. بسم الله ما شاء الله عليك. يعني ايه ده؟ انا جاي لك جاي لك جاي لك جاي لك جاي لك جاي لك جاي لك. بص ده 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 الخبطة القوية. با ما حصلش حاجة؟ المشكلة ان انت اللي اتخبطت. يعني انا المفروض ان انا اخطع غلبان. انت اللي اتخبطت. فار. النهايات امامي. النهايات ولا نهايتي ولا نهايتي؟ طب انا غيرت العربيه ليه اموت؟ ليه بجد؟ انا مت. انا مت لما غيرت. ايه ده؟ انا اول مره احب يا قلبي واول مره اتحب. يا ما على نار الحب. قالوا لي انت شفت العربيه دي؟ انا ما شفتش حاجه غير ان انا ماشي على الارض والماكينه بتطلع دخان. اول مره ما طلعت على الارض. ماشي على الارض ازاي؟ والله المركب بتاعتي. ايه بتاعك زوبة؟ ايه دي زوبة. مش عارف زوبة. دي بس انا يعني ماشي ماشي على بركة ربنا. يعني يا رب اوصل. انا مش انا حاسس ان انا بغرق وان انا ما بغرقش. فاهم حاجة؟ يعني انا لو منك اقف واسيبها لنصيبها. يا نهار ابيض. انا كنت هقع بالبتاع بالنص. شفت شفت هاتي بقى وراويرو. انا عايز اهديك الفينش بصراحة. حبيبي والله. بص والله انا كنت عايز اهديك الفينش. يعني لسه بقول انا لسه كنت بقولها. علشان كده علشان كده بس بقول لك. انت ممكن تكون فاكر ان انا قاصد بس انا مش قاصد. انا مش عارف اتحكم في المركب.
قلت لي وري، حط عينك في عيني كده وريني وشك كده، بص بص عليا، بص عليا. قلت لي من سبحان الله من عينك باين كذاب كذاب وبكل اللهجات عايز اقولها لك. برضه هديك الفينش يا صاحبي، برضه هديك الفينش يا صاحبي. يعني عارف تعرف تسكت انت عشان انت اخلاق، يعني عشان انت كويس برضه. بس يعني انا كان نفسي اجي بسرعه والله، بس يعني ايه للاسف واطي اوري واطي. على فكره مش هلحق، على فكره يا رب تلحق يا صاحبي، انا بدعي لك اهو. مش يلا يا جدعان كلنا ندعي في الكومنتات. انت مش كويس. يلا يا جدعان عشان انت مش كويس لكل مش الناس اللي طلبت الخنزره اهو. اي دعيت له والله، عدت وقفت والله، اتلت والله وقفت. شكرا يا رب. شفتوا يا جدعان لما ندعي كلنا مع بعض شفتوا اللي بيحصل؟ وقفت. لايك واشتراك. باي باي.